اختاره؟ اهلا 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 سعادة الباشا. ده ايه النور ده؟ ده انا صوابعي هتولع من كتر الحرارة اللي في التليفون. اه والله يا هواري باشا، يا مرحبا بسعادتك. ايوه يا فندم ايوه، مفهوم مفهوم، سعادتك عندك حق، ما هي الدنيا مليانه ناس. اه وياما فين، والبت دي بالذات، البت دي من نوع اللي يعض الايد اللي بتتمدله. وعلى راي المثل يا سعاده الباشا، اتقي شر من احسنت اليه. يا اعوذ بالله، مخدرات؟ ما لقيتش غير التهمه النيله دي. مخدرات ايه؟ حد الله بينا وبين اي قرش حرام. لا 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 لا، ده كلام. انا عمري ما حبيت الحرام في حياتي ابدا. يا سعاده الباشا، ومالكش عليا يمين، اسال اللواء يسري مرعي اللي كان قبل سعادتك ماسك الاداره، قول له مين السبب في تنظيف الحي كله من المخدرات، هيقول لك ابراهيم العقاد. البلاغ بتاع ابراهيم العقاد هو اللي قوم الحملة الكبيرة اللي نظفت الحي كله. ما احنا عارفين يا حاج، ده انت والحمد لله سمعتك سبقاك، سمعتك زي البرلانت. لا لا لا، اطمن يا حاج، انا هعرف اتصرف ازاي مع البنت بنت الابلسة دي واخواتها الصيع. ما يكونش عندك فكرة. طبعا طبعا يا حاج. وبالمناسبة دي بقى ألف ألف مبروك على الأخبار السعيدة اللي أنا سمعتها. أيوة والله فرحنا قوي يا حاج، ألف مبروك لابنك فاتحي. الله يبارك في سعادتك يا سعادة الباشا، بارك الله فيك، الله يخليك. على كل حال يا سعادة الباشا، أنا مستني سعادتك أنت والأسرة الكريمة يوم الفرح إن شاء الله. ربنا يبارك لنا في سعادتك. سلامة يا فندم. ألف سلامة. مع السلامة. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايه الدماغ دي؟ ودين النبي سيد المعلمين. استنى بس، بلا دماغ ولا بتاع، انا برضو مش مرتاح بسببك يا ابو راعي. ليه بس يا حاج؟ تقدر تقول لي البت دي عرفت منين حقيقه شغلنا؟ انا ماليش دخل بالموضوع ده يا حاج. هي يوم ما راحت للست بهيجه وانا قلت لها تعدي على حميده تجيب لي حاجات مهمه، بنت اللذينه جت بدري وشافت رجاله وهي بتنقل بضاعه. جت بدري وشافت الرجالة وهي بتنقل البضاعة. يا صلاة النبي، طب غلوش عليها، اعمل أي حاجة بحيث إنها ما تفكرش إن دي النيلة بضاعة الحشيش. الحمد لله جت سليمة كده، بقى محدش يقدر يفتح بقه معاك يا حاج. وبعدين مدير المكتب نفسه بصم بالعشرة إن مالكش في تجارة الصنف. ربنا يستر بقى، المصيبة في المحروس، ليه زي ما يكون حد حيله على نفسه علينا. بس الحمد لله يا حاج ادينا خلصناه. بس ما قلتليش يا حاج يعني ان فتحي هيتجوز تاني. اديني قلت لك، ما انا خوفي ان مراتك تعرف، ساعتها هتفتح الاذاعه بتاعتها ومن قبل ما نبدي. خلاص يا حاج، لما حضرتك بتقولي ما تفتحش بقك يا برعي ما بفتحش بقي. بس المره دي اتجوز عليوي. ايه اللي عليوي؟ جرايل هو انا شويه في البلد؟ وانا بقول لك من دلوقتي اهو، اقفل بقك خالص. قفله يا حاج بالضبه والمفتاح ومديها الطرشه. الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله ربنا اكرمني وقدرت انا على الراجل الظابط والرؤساء بتوعه ان اللي قالته البت دي كله ضديات وغل مش اكتر. ايوه، بس ايه اللي يخلي وردة تتهمنا اتهام زي ده؟ انا عارف انت بتفكر في ايه، ولعلمك كل اللي بتفكر فيه صح. تابع جميع حلقات مسلسل البطنية على فيو.